عناصر الأمن تطلق النار على شخص قتل 3 نساء من أسرة واحدة بمدينة وجدة. اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة لاستخدام أسلحتها الوظيفية في تدخل أمني منتصف نهار اليوم الأحد، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب جرائم قتل العمد ومحاولة القتل العمد. استهدفت 4 نساء من أسرة واحدة. وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ولج المشتبه فيه مسكن جيرانه بدون سبب ظاهر ومنطقي إلى حدود هذه المرحلة من البحث، وعرض 3 نساء يبلغن من العمر على التوالي 76 و45 و19 سنة لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض، مما تسبب في وفاة الضحايا الثلاث، بينما عرض الضحية الرابعة لمحاولة القتل العمد بعدما أصابها بجروح. وأضاف البلاغ أن عناصر الشرطة التي تدخلت لتحيد الخطر الصادر عن المشتبه فيه والذي كان في حالة اندفاع قوية وتحصن بمنزل الضحايا، اضطرت لاستعمال أسلحتها الوظيفية وإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء وتصويب 4 رصاصات أخرى استهدفت الأطراف السفلية للمشتبه فيه. وأشار المصدر نفسه أنه تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما يجري إسعاف الضحية الرابعة بالمستشفى، في حين تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت حراسة طبية بالمستشفى في انتظار استقرار وضعه الصحي ليتسنى إخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.